وعن موقف هيئة علماء المسلمين في العراق من تجدد انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين، مع الاستعداد لما يسمى بمسيرة الإعلام، ينضم إلينا عبر الهاتف الناطق الرسمي باسم الهيئة الدكتور عبد الحميد العاني. حياكم الله دكتور عبد الحميد. مرحبا بكم، حياكم الله وبجميع المسلمين. أهلا بك دكتور. بداية، اقتحم كما تعلم المستوطنون بحماية من قوات الاحتلال الصهيوني المسجد الأقصى فيما يسمى بمسيرة الإعلام. ما هي الرسالة التي أراد الصهاينة إيصالها من اقتحام اليوم وتوقيتها أيضا؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تحية لأهل فلسطين المرابطين على ثغورها والمرابطين لا سيما في المسجد الأقصى وفي القدس وما حولها من البلدات والمدن. هي حقيقة ليست رسالة بل هي خطوة عملية عدوانية ممنهجة تأتي ضمن عمل ممنهج من العدوان استمر منذ سنوات وعقود ويتصاعد شيئا فشيئا، وهنالك من يغذي هذه الخطوات العملية ونجد مقابلها خذلانا وتخذيلا لأدماء شعبنا الفلسطيني ولقضيته. نعم، هنالك تعاطف من قبل الأمة مع هذه القضية، وهنالك خطوات عملية ربما يقوم بها أهل فلسطين العزل وبعض أبناء الأمة الذين يتعاونون معهم، ولكن حقيقة لا يوجد هنالك توازي ولا يوجد قياس لمستوى الأداء بين المنهج العدواني المستمر والتي جاءت هذه الخطوة عقب خطوات من الاعتداءات السابقة والتي تمهد لمثل هذا الأمر، ولا نتوقع أن يتوقف هذا الكيان عن مثل هذه الخطوات وهو يعلن ذلك ويتبجح به ولا يتستر ويستحي منه، فهو يريد التغيير الواقعي لهذا المسجد وتغييره من واقع الإسلام. إذن مشاهدينا، بالعودة للحديث عن انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين مع الاستعداد لما يسمى بمسيرة الإعلام، كان معنا قبل الفاصل الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور عبد الحميد العاني. دكتور، كنت أسألك عن موقف الهيئة من هذه الاستفزازات التي لا يتوقف المستوطنون ولا حكومتهم عن افتعالها. نعم، عذرا للانقطاع الخطي، الهيئة ليست فقط ترفض تدين هذا الأمر بل هي تقف صفا واحدا مع علماء الأمة أولا لإعلان الرفض الصريح لهذه الأمور، هذه الأفعال الاستفزازية، وهي تدعو جميع أبناء الأمة مع بقية العلماء والهيئات والروابط، تدعو الجميع إلى الوقوف صفا واحدا وتصعيد موقف الدفاع والرفض لمثل هذه الأعمال العدوانية والاستفزازية. لا بد من أن يكون للأمة موقفا جادا لا نكتفي به بالأقوال وبالرفض وبالبيانات، بل تحويل هذه البيانات وهذا الرفض إلى دعوة حقيقية تنتج وتترجم إلى أعمال حقيقية تمكن أبناء فلسطين من الصمود في وجه هذه الأعمال ثم إفشالها. والشعب الفلسطيني قادر، وقد جربناه وجربته الأمة أكثر من مرة في التصدي لهذه الأفعال العدوانية واستطاعوا إفشالها، ولكن لا بد أن يكون هنالك التكاتف من قبل الأمة. يبدو أننا فقدنا الاتصال. بجميع الأحوال نشكرك جزيل الشكر الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، كنت ضيفنا عبر الهاتف الدكتور عبد الحميد العاني، شكرا جزيلا لك.